فيما يتعلق بهذا الاتفاق، الولايات المتحدة وإيران وجدتا أنه من الضروري جدا إجراء مفاوضات أو مباحثات بصورة لا تسمح للحرب بأن تقوم في الشرق الأوسط، لأن الولايات المتحدة منشغلة جدا في الوقت الحاضر بالحرب الأوكرانية، وكذلك فيما يتعلق بالخطر الصيني الذي يهدد مصالح الولايات المتحدة ويهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية. إذن وجدت أنه من الضروري إجراء مفاوضات مع إيران. هذه المفاوضات كان يعني غير رسمية، تمت كما ذكرت حضرتك من خلال عمان، من خلال قطر. هذه المفاوضات كانت ترمي إلى ثلاثة شروط: أولا، تقييد البرنامج النووي الإيراني الذي وصل إلى 60% ووقفه عند هذا الحد. إيران كان بإمكانها أن تخصب اليورانيوم إلى أكثر من 60%، ولكن رضيت بهذا الحد إلى 60%. أمريكا وافقت على هذا الأمر. الشرط الثاني، كما تعلم منذ أكثر من شهرين ضربت القواعد الأمريكية المتواجدة في سوريا من قبل جماعات مسلحة، ميليشيات عراقية تابعة لإيران. يعني الشعب الأمريكي آخر ما يريده أن يرى جنود أمريكان يقتلون في سوريا، لذلك وجد الرئيس بأن هذا الأمر خطير جدا، خصوصا ونحن على عتبة أبواب انتخابات سنة 2024. لذلك تفاوضت إدارة بايدن مع هؤلاء الأصدقاء في منطقة الخليج على أن يكون أن تأمر إيران هذه الميليشيات بالتوقف عن ضرب القواعد الأمريكية. الشرط الثالث الذي كانت قد اقترحته إدارة بايدن هو أن توقف إيران، كما ذكرت حضرتك، إرسال أو تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، إلا أن إيران رفضت ذلك وما زالت ترفض إلى الآن قبول هذا الاقتراح، ولكن رضيت بالاقتراحين الأولين. أولا، وقف تخصيب اليورانيوم إلى 60%. ثانيا، عدم التعرض للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق وفي سوريا.